عندنا لنا ناخذ صدر ديال الدجاج على حسب الكيلو. قلتي لنا اصابع الدجاج المقرمشه ياك؟ مقرمشه ايه؟ نعم. تنقطعوها يعني تنقطعوها على شكل اصبع. ايه. وتنرقدوها شويه الملحه، عصير الحامض، لا موطارد، وسكنجبير طري محكوك، شويه المعدنوس، ثومه محكوكه، وشويه الزيت، غير شويه ديال الزيت. تنرقدوه واحد يعني نحاولوا نقضوا واحد جوج سوايع ولا ثلاث سوايع. ملي تنبغيو نطيبوه غنفندوه في الطحين، ثم في البيض. البيض غنشدوه نطربوه مع شويه ديال الخل والملح، ضروري نطربوه مع شويه الخل والملح. تنديروا الدقيق وتنديروا البيض وتنشدوا الكونفليكس، يعني تنهرمشوه واحد شويه وتنديروه في الكونفليكس وتنقليوه في الزيت، يجي رائع. كتخلي واحد الوقيته ولا مباشره ممكن انا نديرو في المقله؟ ضروري ضروري نخليوه على الاقل ساعتين. واخا باش ضروري يشرب هذيك القمح، حيت هنا لاحظي ما كثرناش، عندنا غير الملحه وسكنجبير طري محكوك، ما كثرناش ديال القمح بزاف. يعني هنا وتنقليو وتنديرو في هذيك الكونفليكس، ولكن بالحق نهرمشوه واحد شويه، نديرو بين جوج الميكات ونديرو المدلك ونبداو بحال تنمشيو نجيو باش يتهرمش لينا من بعد. ايه. وتنقليوه ونقدوه مع الكيتشوب ولا مع اي حاجه. يعطيك الصحة.